معايا دقيق، كيلو من الدقيق، تمام. كيلو الدقيق دوت هنحط عليه قد ايه؟ معلقه صغيره ملح، معلقه صغيره سكر، وتقريبا كوبايتين وربع من الميه الدافيه، تمام. بس حطي كوبايتين الاول وعجيني وزودي ميه حسب الاحتياج، والميه تكون دافيه. وهنحتاج كمان زيت علشان نفرد بيه العجين واحنا بنشتغل، وضروري جدا العجينه دي ترتاح. فانا هقول لكم الحكايه ازاي دلوقتي مع بعض. طبعا ايه، في كيلو الدقيق هنحط معلقه صغيره من الملح، تمام، والسكر، ما بنحطش خميره، انا ما بحطش خميره فيها، هو ملح وسكر وميه كده. انا قلبت الملح والسكر، تمام، ومعايا بقى الميه الايه، اه ميه دافيه، الميه الدافيه بتفرق جدا. هنحط بقى كده اهو، اتلمت وهايله جدا، محتاجه بس شويه عجن كده حلوين، وتتساب ترتاح. واحنا بنسيبها بترتاح لازم نغمرها شويه كده بالزيت كده. انا هاخد بقى مثلا كده كوره من العجين دي، كده كوره، نحطهم كده على جنب، وناخد اول واحده وهنفردها بالزيت بهذا الشكل الظريف، وناخدها ونروح بيها على الطاسه السخنه، وما فيهاش اي حاجه ولا فيها زيت ولا فيها حاجه، لان طبعا احنا فردين العجينه كلها بالزيت. وهفردها كده على الطاسه السخنه بالشكل ده. هتلاحظوا على طول ان ايه، هتاخد لون، بصوا فظيعه وطري وظريف جدا. تقدري تعملي بيه سندوتشات، تقدري تعملي بيه صينيه رقاق، طري عادي هايله. هنعمل بقى دلوقتي الفراخ اللي بالخل البلسميك، هقول لكم المقادير ونتبل على طول. معايا اوراق من الفراخ المخليه من العظم ومن الجلد، ومعلقه كبيره ملح وفلفل، معلقه كبيره بصل بودره، معلقه كبيره ثوم بودره، ومعايا ربع كوبايه من الخل البلسميك، وكمان معلقه كبيره من الزبده، وخس ومايونيز علشان ايه، نظبط الساندوتش اللي احنا هنعمله دلوقتي. احنا قلنا خلاص الفراخ، بصل بودره، ثوم بودره، ملح وفلفل، ملح وفلفل، فلفل، والخل البلسمك كده اهو. تقدري طبعا تسيبي الفراخ فيها شويه بتاع مثلا نص ساعه، ده هيبقى افضل عشان الفراخ ايه تشرب من التتبيله. ما عندكيش وقت بقى وهتعملي على طول، برده مفيش مشكله. هجيب بقى زبده، احط كده مكعبين ثلاثه زبده ولا حاجه، نلحقها على طول بالزيت كده. الفراخ بقى ننزل بيها كده تتشوح، وطبعا علشان هي اوراق فبتستوي بسرعه، مش هتغلبنا في التسويه. بحب دايما احط بصل ومعاه شويه بقدونس، بصل احمر متقطع شرايح كده، ومعاه بقدونس وكمان سماق. تبقى يا جماعه الخلطه دي بتبقى حلوه قوي كده. كفايه بقدونس وسماق، وافركهم في بعض بقى بتبقى هايله. ممكن كمان نحط لها سنه فلفل اسود اهو. انا عايزه الفراخ بقى ايه تستوي، والطاسه بقى دي هعمل فيها ايه، هحط فيها زبده واحطها على النار برضو. خلي البلسمك هو اللي مخلي لونها كده، هي كده ما اتحرقتش يعني، وانت حتى بتقلبيها او حتى بتعمليها في الفرن ما تتخضيش من السواد الاسود ده. ده مكان يعني ان الفراخ ما شربت الخل البلسمك، يعني ده لون عادي. الفراخ ارتاحت شويه واستوت ان شاء الله تمام، وهبتدي على طول اقطعها واحطها بقى ايه جوه الساندوتش بتاع الرقاق الطري الظريف اللي احنا عملناه. جبنه موتزاريلا كده هنا بهذا الشكل الظريف، واحط بقى الفراخ تمام كده في الساندوتش
لذيذة قوي يا جماعة، ضروري تجربوها ان شاء الله. كده اهو معايا بقى الخس الامور الحلو ده كده، وكمان من هنا عايزه بقى وانا بقفله كده احط حته جبنه موتزاريلا هتعامل معاها على انها ايه سمغ، واخدين بالكم معايا كده اهو. وهروح على الجريل على النار، همسك الرقاق الطري كده بالشكل ده وهقوم عامله ايه، هقوم عامله كده اهو كده اهو. خلصنا الحلقه.